يا اخي اتخبل من واحد يسوي نفسه بنيه بالسناب شات، شفت هذا شوني؟ تلعب نفسي منه. ايش قد عار بعد اوقف هيجي واضحك. شوف انا ماخذ على هاي المنطقه كلها. السلام عليكم، لا تجاوب، تعال عندي شغله وياك. خلي يسلم. ما اريد يسلم. اعرفك. ما اريد تعرفني. بس ممكن شوي تحترمني؟ ما اريد احترمك. شرفت بيك. قلبي انا ما عندي وقت، خوش عد بعدين اتفرغ لك. ادششك وداعت امي. هي هيك قالوها وقتي كله لك، بس ترخص من حمود. هي عادي انا اترخص مني. اخوي طريقي منه. ماكو منا، منك جر. امشي لك ادفز. عار. تعال هيك وين رايح؟ ها ايش بيك خير؟ شكو صاير؟ انت مو تعرف بالنسوان؟ غصبا ما عليك تقول اعرف عادي. هسه اجاوب اسكت شو اسوي؟ اي عادي جاوب، انا حبيت وحده واريدها تحبني غصبا ما عليك عادي. هسه انت تحبها انا ايش علي؟ اريدك تعلمني شلون احبها. لا ادششك وداعت امي. تعال عيني سندريلا وقعت التكين. اقول لك شنو اعلمك شلون تحب؟ تريدني اصير بنيه اني؟ اي عادي تصير بنيه بعدين شبيه الشيء منجذب اليه. لا شيء واحد كافي، شو نسوي بين اثنين؟ اصلا انا كلش احب الولد اللي يسوي روحه بنيه. هلاو. لا عادي طلع السناب وصور حتى خاف انسى اتذكر بالسناب. اي عادي اصلا انا كلش احب ذول اللي يصورون نفسهم عودهم وبنات. هلاو سناب. تعلق. اقول لك هسه شنو؟ عود انا البنيه وانت الولد، يعني اوكي؟ يعني انت البنيه وانا الولد؟ اي يعني انا اصصمك شلون لحبه؟ اي هي عادي اصلا انا احبك، اموت عليك، تعال اعطيني بوسه. باوعني. اريد بوسه. اخر لك؟ انا مو ميمي. ادششك وداعت امي. لا ميمي ونص غصبا ما علي. تعلق؟ شلون احنا بسندريلا ما تخلص؟ شوف اكو هواي طرق حتى تقنع البنيه. اول طريقه سوي روحك مؤدب، يعني مو ادب سيز. عادي مو ادب سيز. يعني مو حقير. عادي مو حقير. يعني مو حيوان. عادي مو حيوان. يعني مو قندره. مو هواي غلطت علي. لا عادي ايش بيك؟ يعني خلني ابدي هسه، انت المؤدب وانا بنيه، اوكي؟ يلا هلو. هلو اختي. انت مطي؟ شنو هلو اختي؟ اي عادي هو المؤدب من يشوف وحده يدنق راسه ويقول هلو اختي. لك بابا ما يصير تقول اختي البنيه تحبها. اي عادي اقول عادي. بكيفك بعد. يلا طلع سنابك صور وتد تتموع. يلا عادي اتموع. هلو. هلو اختي. هلو اخوي. انا ابن المعلمه ورجلي الحدثه توجعني من الاصطفاف. ها اي واقعد اول رحله واول اغنيه سمعتها بحياتي سي 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 ويقوموك؟ لا عادي ابقى قاعد عادي. وانا اصلا من اطلب شيء من امي يعني مثلا حصلت قح اقول لها ماما ممكن اقح؟ تقول لي قح. اسوي اح اح عادي. وامي تسوي خوش دولمه وانا الف وياها، واذا تقولين على الدولمه مال امي مو طيبه ادشش اشوف داحت امي. لك بابا عوف السكينه انت مؤدب. لك شلون تقول على دولمه امي مو طيبه ادششها؟ والله هي وين فكت حلقها؟ زين عوف المؤدب، المؤدب ما يلوق. لك خلي ولي. يا عاد عوف. البنيه تحب الشاطر الذكي اللي يلقفها وهي طايره. يا عاد القفها وهي طايره وادششها هم. سندريلا هسه انت ذكي؟ ايه وانا بنية. ايه نبدي؟ عادي. هلو. اقدم لك نفسي ملك الفيزياء، عصابك مال الاجتماعيات، ما عندي اصطفاف اذا ما عندي بي نشيد، المبرهنات ال 12 ذاك الاسبوع كانوا بايتات يمي. خم المبرهنه تسعه وياهن، ترى اغار منها. اموت على السفاله عادي. لا انت بكيف شو تحبين؟ تحبين نتعرف ونطب قبل تحريري؟ لو تريدين نروح على السعي بس نقسم على اثنين، اذا قلت لي على اربعه انت تشوف داعت امي. لك بابا عوف السكينه ترى دمرتني. اقول لك شو نسيت نفسك انت؟ انا اقول الذكي يعني ما يفيدك، نغير شويه. شوف البنيه تحب الشقاوشي. اي عادي انا شقاوشي. شوف ادشك تريد وش حتى تتاكد عادي. أنا هسه راح أتحرش بحبيبتك؟ لك تتحرش بمجال يا ناس يا عالم يتحرش بمرتي. لا. لك إذا تشك اليوم. لك بابا تمثيل تمثيل. عادي ذا تمثيل. ما راح أتحرش بالبنية، راح أصير أنا البنية وأنت تتحرش بي. أي هلو. أموت على السفالة. قولي لي هاي القامة مدشنة لو بعدها بترابها؟ إذا بعدها بترابها هاي اللوزة بخدمتك. أموت على السفالة. شغلتين احبن بحياتي الاسبيناغ ولمة الهل، واذا قلتي اي وافقتي اعزل واخلي درج لك ضحكم وقلبك العتي. اموت على السفاله. بس انا مخطوبه. شلون مخطوبه؟ ابو الهل طلعت مخطوبه؟ ها؟ يعني بعد ما عندي شيء اخسره لك حمودي. لك تعال لك تعال لك انت خطبتها.